المزارعون يحتجون على إغلاق سايلو الشرقات وتهديد كميات كبيرة من الحنطة بالتلف ومصادرة مصدر رزق طال انتظاره. مجالس المحافظات تغلق أبواب التنافس على سياسيي الأزمات في المناطق المحررة، وخلافات النفوذ تلامس وحدة البيت السياسي الشيعي. بين رفض التأجيل والدعوة لمشاركة التيار الصدري، السوداني يدافع عن عودة النازحين ويؤكد على إنهاء ملف المستشفيات المتلكئة. تأخير الرواتب يحاصر فرحة العيد في ديالى، ومؤتمرات في البصرة لمحاربة المخدرات، ونجوم باب الحارة بضيافة الموصل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من الشرقات، أهلا بكم. نظم مزارعو قضاء الشرقات وقفة احتجاجية أمام سايل حبوب القضاء بعد توقفه عن استلام محصول الحنطة بسبب عدم استيعابه لباقي الكميات. ويأتي القرار كون الطاقة التخزينية للسايلو تصل إلى 100,000 طن بحسب تصريح مدير السايلو حسين علي راوي، نتيجة للأعمال التخريبية التي طالته من قبل الإرهاب. المحتجون من جانبهم طالبوا الحكومة استقطاع أموال من المسوقين وتصليح الأعطال وتجنيبهم خسائر مادية إضافية سببها وقوف شاحنات الحنطة منذ أيام أمام السايلو مقابل دفع أجور لأصحاب تلك السيارات الناقلة للمحصول. أهلا بكم في صومعة الشرقاط. بدأ الاستلام في صومعة الشرقاط افتتاح التسويق، وقمنا باستلام كميات كبيرة من المحصول الحنطة بلغت ما يقارب 100,000 طن. الموقع الطاقة الخزنية للموقع 150,000 طن. بعد خروج عصابات داعش من الموقع قامت تخريب الموقع، وقامت كوادرنا الفنية بإصلاح العطلات في الموقع، والآن يستطيع المعمل استلام 100,000 طن و50,000 طن خارج الخدمة. قام المهندسين بإعداد كشوفات لإصلاح العطل، وقمنا بمطالبة السيد المحافظ والشركة بإصلاح العطلات الموجودة في الموقع. لبى السيد المحافظ والسيد المدير العام نداء المزارعين ونداء الموقع، والآن هذا اليوم تم إرسال لجنة من بغداد للكشف على الموقع، وإن شاء الله بالقريب العاجل يكون إصلاح الموقع واستلام الحبوب من المزارعين. نحن مجموعة من فلاحي محصول الحنطة في شمال محافظة صلاح الدين لهذا الموسم 2023. لقد تم استيفاء الطاقة التخزينية لصومعة الشرقاط قبل أن نحصل محصولنا لهذا العام، والسايلو في هذه الحالة يفتح في الشهر الخامس، بينما نحن في الشهر الخامس نقوم بري حقولنا، وذلك لأن أجواءنا باردة أكثر من القسم الجنوبي من المحافظة، ولذلك تم تغطية الطاقة التخزينية للصومعة من الأقسام الجنوبية من المحافظة، من الدور ومن سامراء ومن البيجي ومن العلم، وبقت محاصيلنا الآن محصودة ومرمات في أمام منازلنا. نطالب السادة المسؤولين في الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع صلاح الدين بالإعاز إلى صومعة الشرقاط باستلام محصولنا الزراعي، وذلك من خلال الحلول الممكنة. احنا اتحاد جمعية الخلساء في الشرقاط تضامنا مع أخواننا الفلاحين، نريد حل من سيادة رئيس الوزراء، وزير الزراعة، وزير التجارة، سيادة المحافظ، أنه يشوف الأخوان الفلاحين حل. الحبوب ظلت بالقاع، وهي هاي كلها خسارة على الفلاح، وين يعني ظل الحب؟ إضافة إلى أنه الحمل كله بالقلابات مالتهم. زين هذا شقد دا ينطي يومية؟ كل حمل يومية 100,000 على الفلاح، يعني صار 10 أيام
اخر شيء الفلاح ينطي الحب مالته ويقعد. احنا الفلاحين انا من اتحاد جمعيات الفلاح في الشرقاط، ناشد رئيس الوزراء، وزير التجاره، محافظ صلاح الدين، هذه السواخطية صار لها فوق ال 15 يوم بالرمل، لو شوفونها بالرمل هسه ورا هذا صوروها بالرمل وبالتربان على مود عطل بسيط. فقاعد يجيبوا لنا انه بخطط من ادري من ثرثار من بيجي من تكريت وسالوا انه يتحمل كثير بس عطل يمكن سولف يمكن 30 40 مليون 50 مليون يضيفون على الفلاحين وانا منتهي الشغله. فان ناشدكم وناشد جميع من كل بالدوله خطيه يسوون لنا حل هالفلاليح. استاذ احنا سواق تريلات صار لنا 10 ايام محملين بابا سالوا هنا واقفين يوميا ينعد على الفلاح 100,000 عطل. الفلاح شنو ذنبه؟ يعني شنو ذنب الفلاح؟ وهسه عساله مسدود ما يستلم. وبهالتراب احنا تعال شوف حالتنا، صور السيارات الله وكيلك تراب يجي فاين حظنا. وصار له صار ما صار له شهر عساله مفتح. السبب عطل كيبل فني بسايله بالصومعه، والسبب الرئيسي سايلوات الجنوب المحافظه حولوا كتب الإجاي. الناشد رئيس الوزراء، الناشد وزير الزراعة، الناشد وزير التجارة والمحافظ يسوون لنا حل هاي المشكلة. أنا هسه صار لي 10 أيام أنا طابقي هنا، شنو ذنبي أنا؟ عائلتي عايفة. وفي الجانب الزراعي أيضا أكد مدير سايلو الطوز حيدر هاشم جعفر مواصلة استلام محصول الحنطة من المسوقين وبانسيابية عالية منذ انطلاق خطة التسويق في 15 من الشهر الماضي، والتي شملت قضائي الطوز وأمرلي وناحية سليمان بيك والخطط المحولة من مواقع أخرى في صلاح الدين وبمعدل 100 سيارة يوميا، مبينا أن مبالغ المزارعين تسلم بشكل مباشر ودون تأخير. جاي من معالي رئاسة الوزراء والوزير والسيد الوزير، وكذلك من إشراف مباشر من معالي ومدير عام شركة العامة لتجارة الحبوب أستاذ حيدر القرعاوي، باشرت موقعنا بتاريخ 15/5 بالتسويق واستلام حاصل الحنطة من الفلاحين والمسوقين ضمن خطة الزراعية المحولة والثابتة لموقعنا، والتي تتضمن طوز وعمرلي وسليمان بيك والخطط المحولة من مواقع أخرى من صلاح الدين حسب التوجيهات، والعمل مستمر ليل نهار لاستلام حاصل وبصورة عامة بمعدل يقوم السائل بمعدل استلام بمعدل 100 سيارة يوميا. وتم إملاء المخازن البنزات في المعمل السايلو والانتقال الى وحاليا الى البناكر الموجوده عندنا، والعمل مستمر في استلام الحاصل. مبالغ الفلاحين والمسوقين تصرف اول باول من تحويل الرصيد الى موقعنا، ولا تتاخر اي مبلغ يتم تحويله الينا، واعداد كافه محاضر الصرف وتوزيعها للفلاحين المستحقين. تواصل الجهات العشائرية والأمنية بالمحافظة جهودها وعلى مختلف الأصعدة للتخلص من ظاهرة المخدرات التي تفتك بالمجتمع وخاصة فئة الشباب. وضمن هذا التوجه أقام قسم شؤون عشائر صلاح الدين مؤتمرا عشائريا أمنيا بعنوان المخدرات والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وشدد الحضور على خطورة الظاهرة وضرورة مكافحتها بكل السبل المتوفرة للحفاظ على القيم ومبادئ المجتمع وتجنيب الشباب طاعتها وتجارتها. اليوم التواجد في هذا المكان في القصر الثقافي في محافظة صلاح الدين، اليوم المؤتمر المقام بما يخص المخدرات مع شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين والأجهزة الأمنية المختصة بهذا الموضوع، مديرية شؤون العشائر ومديرية شؤون المخدرات الأجهزة الأمنية كلها. اليوم كنا في حوار ونقاش مستفيض حول ظاهرة المخدرات
وتأثيرها واعتبارها من الآفات المهمة والخطيرة لدمار المجتمع. تم التباحث مع شيوخ العشائر حول هذا الموضوع، إن شاء الله سوف تكون هناك حلول ناجعة ومؤثرة للتخلص من هذه الظاهرة التي يعتبرها من السموم المركزة التي تستهدف الشباب في كل الأماكن اللي موجود فيها تجمعات. فإن شاء الله العمل مستمر، المحافظة سباقة ومتعاونة مع كل الأجهزة الأمنية في هذا الموضوع، مع مديرية شؤون المخدرات، هناك تنسيق عالي بيناتنا. إن شاء الله نطمئن أهلنا وناسنا في المحافظة. المخدرات عندنا شيء بسيط، ولكن إن شاء الله بالمستقبل القريب راح نحد من هاي الظاهرة بشكل كبير جدا. بمناسبة انطلاق الأسبوع العالمي لمكافحة المخدرات، تقيم مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في صلاح الدين مؤتمر عشائري يضم كافة شيوخ العشائر من جميع أرجاء المحافظة، والذي يهدف إلى توعية المجتمع واتخاذ الشيوخ الدور الريادي والدور القيادي في مكافحة هذه الآفة الخطيرة. ونحن بدورنا كمديرية مكافحة مخدرات في محافظة صلاح الدين نقوم بمكافحة هذه الآفة بطريقين. الشق الأول شق توعوي، وهو توعية المجتمع عن طريقنا وطريق منظمات المجتمع المدني والعشائر ورجال الدين، وشق ردعي وهو الشق الذي نقوم به بمكافحة هذه الآفة من خلال تواجد مفارزنا في كافة السيطرات وفي كافة مفاصل المجتمع وكافة المفارز التي تقوم بمطاردة مروجي وتجار المخدرات. وكذلك نقوم حاليا بإنشاء مصحة ستفتتح قريبا لإيواء متعاطي ومدمني المخدرات لحين تشافيهم من هذه الآفة الخطيرة. وشكرا. تعقد مديرية شؤون العشائر اليوم في القصر الثقافي مؤتمرا حول المخدرات بمناسبة الأسبوع العالمي لكلا للمخدرات الذي أطلقته وزارة الداخلية. حقيقة هذه الآفة هي آفة خطيرة، وهي ظلمة من الظلمات، هي مفتاح الإرهاب، هي مفتاح كل خطيئة. حقيقة المخدرات التي طاحت بالمجتمعات اليوم هي سبب للمشاكل وسبب للقتل والسرقة وإلى آخره. اليوم شيوخ العشائر يقع عليهم عاتق كبير في توعية مجتمعهم وأفرادهم، لا سيما أن المجتمع يقسم إلى أسرة، والأسرة مع الأسرة تتكون العشيرة. شيوخ العشائر لهم دور كبير في محاربة هذه الآفة. حقيقة نقف اليوم جميعا في محافظة صلاح الدين، والتي ولله الحمد هي أقل إصابة بهذه الآفة، آفة المخدرات، بالنظر إلى بقية المحافظات. نوقي شبابنا، نوعيهم، نحذرهم من هذه الآفة الخطيرة التي تصيب العقل، هذا العقل الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وكرم الإنسان به. فإذا ما فقد العقل أصبح الإنسان فاقدا لإنسانيته. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا وأن يوفقنا لإصلاح مجتمعاتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نشكر مدير شؤون عشائر تكريت المتمثل بالسيد عبد السليمان الجبوري على دعوته لنا لحضور مؤتمر ما يخص المخدرات. وهذه المخدرات هي آفة تضرب العقل وتضرب الإنسان، وبنسبة يعني منهية للعائلة كاملة، والعلاجات كثيرة والطرق متعددة لعلاجها. ونشكر الصحة صلاح الدين ومتمثل أهم في وزارة الداخلية بالمتابعة على هذه الحالة. والحمد لله أن محافظة صلاح الدين قليل بها نسبة المخدرات، وهذا بفضل جهود القوات الأمنية والأجهزة الأمنية والمتابعة. ونطلب بإقصاء أقوى العقوبة بحق من يتاجر بها ويزن بها ويروجها لهذه الآفة القاتلة للعائلة وللجيل الجديد. أعلنت هيئة الحشد الشعبية الإطاحة بإرهابيين اثنين، وذكر في بيان الحشد أن مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد تمكنت من الإطاحة بعنصرين إرهابيين في قضاء الشرقات
في محافظة صلاح الدين. وليس بعيدا عن الحرب على الإرهاب، فقد أقيم في بغداد حفل تابني في الذكرى التاسعة على استشهاد الشيخ أمية ناجي جبارة في العلم بمحافظة صلاح الدين بمشاركة رسمية وعشائرية واسعة. واستذكر الحضور المواقف الشجاعة التي أدتها الراحلة في مجابهة تنظيم داعش دفاعا عن مدينتها، تاركة سجلا من التضحيات ودروسا في حب الوطن لتكون قدوة لكل النساء وسفرا في الوفاء للعراق. رحلة العراق الباسقة الشيخة الشهيدة أمية آل جبارة في الذكرى التاسعة لاستشهادها، إذ نستذكر معا هذه العراقية البطلة. اليوم الذكرى التاسعة لاستشهاد أمية جبارة، عملنا مؤتمر تأبين الذكرى لأنه استشهدت في ظروف حتى مجالس العزاء اللي في وقتها صارت كانت ممنوعة أو مطاردة، وما قدرنا أن نوفي بحق موقفها في ذلك الوقت. اليوم كان قررنا أن نقيم، لأن أمية حصة كل العراقيين وابنة كل عشائرها الكريمة وكل طوائفها وكل قومياتها، موقفها كان متصدي وكبير للعراق. فكان قررنا أن نعمل مؤتمر تأبيني أو مهرجان تأبيني في بغداد، دعينا عليه شخصيات سياسية ومن عشائرنا الكريمة لإقامة تأبين يليق بذكراها، وكان كما شاهدتم يعني كبير بالحضور، كبير بالمشاعر. استذكرنا كل مواقف البطولة اللي قدمتها الشهيدة أمية جبارة، خصوصا كانت أمية قصة حقيقية. المواقف اللي ذكرت قليل، ما ضفنا لها شيء، يعني ما نضاف لها شيء تقليدي أو تزوير أو غير موقف. طبعا هذا اليوم هو يوم أليم في حياة آل جبارة، وهو يوم كبير جدا أيضا في حياة آل جبارة، يوم أليم باستشهاد أختنا وعزيزتنا شيخها أمية الجبارة، ونستذكر قبلها يعني استشهاد الشيخ أخونا العزيز ناجي جبارة، وبعد يعني أبو خالد شيخ عبد الله الله يرحمه برحمته الواسعة. وعطر هذا الاستشهاد استشهاد كبير جدا ورمزية كبيرة جدا هي أختنا الشهيدة أمية الجبارة. طبعا حز في نفوسنا كثيرا هذا الاستشهاد، ولكنه أثر فينا كثيرا أننا اليوم نفتخر بهذه الشهادة، ونفتخر بهذه الأخت العزيزة، ونفتخر بكل الشهداء اللي ضحوا في سبيل أن يبقى اسم العراق وأن يبقى العراق يعني على وسط محيطه، سواء كان العربي أو الدولي. اليوم هذه أمسية استذكار وتأبين ذكرى التاسعة لرحيل الشهيدة نخلة العراق الشهيدة أمية ناجي الجبارة. دعوة كريمة من عائلتها حضرت اليوم، وأيضا أنا ضمن المكرمين، يعني بصراحة أحس أنه أنا ما قدمت شيء حتى أتكرم عليه. كل ما هنالك إحنا بحثنا في تاريخ هذه المرأة العراقية، ونتشرف بهكذا قامات عراقية لفظت أنفاسها الأخيرة على تراب مدينتها العلم، ولم تهادم ولم تقبل، وواجهت الدواعش بكل بطولة، بكل شجاعة، بكل بسالة. تحية لروحها، والسلام والجنات العلا لروح الشهيدة، والفخر والعز لعشيرتها، لعائلتها، وللعراق جميعا. أرحب بكم اليوم من قلب المهرجان التأبين التاسع للشهيدة أمية ناجي الجبارة الذي أقيم في بغداد في قاعة قرطبة المنصور ميليا. فشرفنا وجودكم وتغطيتكم لهذا الحدث العظيم. مرت 9 سنوات على استشهاد خنساء العراق الشيخة أمية الجبارة. هي أول امرأة تمنح لقب شيخ رسميا من الدولة العراقية في تاريخه، ومن أشجع نساء العراق والوطن العربي. أمية الجبارة سطرت ملحمة عظيمة ضد الإرهاب وضد هذا التنظيم الغاشم. أمية الجبارة هي تاريخ بحد ذاتها، هي عراق مصغر. ورحم الله تلك الأمة الطاهرة العظيمة. أتشرف وأفخر ويزيدني
اعتزازا وفخرا وعزا كوني ابن لهكذا امرأة عراقية شريفة خلدت تاريخا ناصعا وأبيضا. أنا اليوم أينما أذهب وأينما أمشي مرفوع الرأس بسبب هكذا مواقف. كانت للشهيدة أمية جبارة فخرا لمنطقتها ولأهاليها، وكانت شهيدة أمية الجبارة يعني مثل ما نقول احنا بالعالمية علم من أعلام المنطقة. وقبل أن تستشهد كانت تستغل منصب مستشار المحافظ لشؤون النسوية، وكانت امرأة شجاعة. عند نداء المرجعية انطلقت الشهيدة أمية الجبارة مع فرسان العلم ومع كثير من أهالي العلم لتحرير منطقتها وتحرير العراق بأكمله، يعني ما يخص منطقة واحدة. كان طموحها قوي انها تطلع للشرقاط، انها تروح للموصل، وانتم تعرفون كلمتها الشهيرة قبل ما تستشهد اتصل بها مسؤول من بغداد فبلغها ان تنسحب من المنطقة راح تسقط. فقالت شهيدة أمية جبارة والله انا ما انسحب، اول وحدة الا استشهد على الساتر. فنالت الشهادة وكانت امرأة شجاعة ما خافت من زمر داعش الإرهابية ولا خافت من كل أحد. فهذه شهيدة، وإن شاء الله في جنات الخلد هو وكل الشهداء العراق بإذن الله تعالى. وفي الجانب الخدمي والمعيشي، ومع اقتراب عيد الأضحى ومواصلة سعر الدولار الصعود أمام الدينار العراقي، فقد شهد سوق السيارات غلاء غير مسبوق داخل معارض قضاء تكريته، ما تسبب بركود في البيع والشراء. وما يزيد الطين بلة قلة استيراد السيارات الحديثة والضرائب الجمركية المفروضة. إلى جانب كل هذه المشكلات، شكى المواطنون من سوء الخدمات في المعارض وقدم البنايات وعدم مواكبة التطورات الحديثة. احنا الان في معارض صلاح الدين، يعني المعارض اول شيء يعني نجي عليها وضعها تعبان جدا، لا بناية حديثة لا معارض حديثة لا كل شيء ما متوفر بالمعارض. يعني المجرد السائق يجي هنا يوقف سيارته بعت ما بعت رجع، علما انه الاسعار متذبذبة، يعني اكو اسعار غالية بها يعني تفاوت بالاسواق، يعني سيارة تلقاها كاملة بسعر والسيارة الاخرى هم كامل نفس الموديل بسعر اخر، يشترون على المنشأ. الأسعار عالية جدا، مو مالي يعني واحد صراحة يشتري سيارة، يعني هاي السيارة اللي وراك بشتين وثلاثين ورقة وهي ما تجيب بشتين، يعني بها الصعود. يعني هي فترة العيد، هاي فترة العيد أكيد الأسواق ترتفع بكل شيء، يعني الدولار أيضا نفسه أثر على المواطن. المواطن يعني هسه ياخذ الورقة 150 كان الورقة 125 130 هسه صعد تقريبا يعني 20 25% هاي تأثر على السوق. يعني اللي يبيع سيارته يعني اذا كان مشتريها بنية بدفتر نقول وصلت الدفتر 25، ليش بفرق الدولار؟ الطريق انفتح هناك تقول لك اريد الطريق انفتح مال طريق الاسعار شلون مال السيارات؟ غالية وايد. والله الحركة حركة نايمة، الحركة ضعيفة، السوق نايم، يعني من سبب يعني الأوضاع الأمور صعود الدولار مو زين، يعني الأسعار نايمة وحركة ماكو. الأسباب وضع الدولار، الوضع الجمرك، يعني الوضع السيارات بشغلة عامة، يعني صعود الجمرك مال السيارات ضريبة. احنا نطالب مطالبنا بنزول الجمرك ونزول الدولار، هذا اللي نطالبه. احنا نطالب من الحكومة يعني شوية هذا الشارع شوف لهم، المفروض احنا تدري احنا محافظة صلاح الدين، المفروض معارضنا من احسن المعارض في صلاح الدين، المفروض يعني نطالب بهاي الشوارع شوفها، يعني حتى يصير يعني وجه محافظه هيك، المفروض شوارع مبلطه، المفروض يعني سيارات يعني تدري ارصفه مجاري، المفروض يعني تدري هسه يعني الصراحه يعني نريد نحكيها نقول خربونا اياها وعفونا اياها الصراحه، يعني
المفروض يعني تبلط الشارع، المفروض يعني تعرف احنا مركز محافظة يعني مو قضاة ولا في شيء. نطلب ان شاء الله من سيد المحافظ ان شاء الله يشوف لنا هذا الموضوع ان شاء الله. والله صراحة نحكيها بالعامية يعني شوية السوق واقف هسه لأن ورا الدولار صراحة يعني السوق واقف، يعني احنا تدري احنا على باب الله يعني لا بيع ولا شراء من ورا هذا الموضوع الدولار. اتمنى نكون يعني يعني موضوع الدولار شوي يستقر. يعني بايع سيارتي الحمد لله وشكر اني، بس اكو هواي ناس يعني يعانون من شغلة الدولار، ما دولار الجمارك صراحة اكو ركود بالسوق. والله الدولار نعاني من شغلة الدولار، يعني اكو ناس يقول لك اني اتمنى اشتري سيارة بس فلوسي عراقي، وعاني يعني شلون تقول يحسون بصعوبة سيارة تطلع عليه سعرها دفتر، الدفتر بيش هسه بالوقت الحاضر 16-17 مليون مو لو اقل شويه. اي ما يقدرون البيع والشراء بالدولار، انت تدري بيه وكل المشاهدين يدرون بيه بالدولار، فيتاملون ينزل الدولار كل العالم مو بس انا البايع والمشتري نتامل الدولار ينزل على مود يتحرك السوق. الجمارك هاي كلها فلوس ويعني مو هينه، استيراد قليل مو مثل قبل، وهسه السيارات كلها انتباهوا عليها 2009-2010 يعني حتى قاموا ما الحديث نادر ان يجي هنا معرض تكريت ومعرض بيجي. هسه فتحت بيجي تعبانه حيل، نتمنى ترجع معارض بيجي على مود اشيل غراضي واتحول. انا طبعا جاي ساكن هنا، انا بالاصل بيجي بس معارضنا بالبيجي كلش تعبانه، ونتمنى ترجع معارض بيجي على مود ارجع. والله انا قاعد ندفع ايجارات هنا، ومو بس انا، هواي ناس من بيجي راكبين سياراتهم يجون هاي المسافه نص ساعه 3/4 ساعه. اريد مثلا منظمات احد يفتح معارض بيجي يشتغل بيها، تعبانه كلش تعبانه على مود نرجع غادي، وبلكت ذاك السوق هم يتحسن غادي. وفي الطوز ادت قله المسابح المغلقه والعجز بتجهيز الكهرباء مع ارتفاع حراره الجو الى دفع الكثيرين نحو السباحه بالمشروع الاروائي بقضاء الطوز، المكان الذي يفتقد لكل اشكال السلامه، إلا أنه الخيار الوحيد للتغلب على حرارة الجو في المنازل وخارجها. كروان زنجان والتفاصيل. مع الفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يتوجه المواطنون إلى المسابح للسباحة، ولقلة المسابح في تصخرماتو أصبحت مشروع الري بديلا للمسابح لدى السباحين. والله جايين من شغل تعبانين وجو حار، نسبح هنا فد ساعه نص ساعه هيجي نروح على البيت، لان مسبح ماكو وكهرباء ماكو، وتشوف هم منظف مشروع اكو تحالف بيها هواي عن المسبح ماكو قليل. هو كهرباء عامه حيل ضعيفه بتدوز، ومولدات تعرف الاسعار، واحنا نيجي هنا على متدري بس هاي المشروع عندنا مسبح هو واحد ما يكفي للكل، وهنا تدري تشوف الجهال كلهم هنا جاي يسبحون، وهذا حيل خطر ترى. الحين واحد اذا ما يعرف يسبح هنا ما يقدر. انا هسه قبل اسبوع تقريبا 5 ايام هيك واحد كان غارق، والله هو غارق كان منتهي قوه طلعته من الجسمه كان واصل على النص، والله منك سحبته لما سحبته هنا انا هم تعبت، انا سباح وهيش ثابت. والله يعني نصيحتي للجهال يعني اذا يجي هنا لازم يلبس نجاده على مود ما يغرق، والله حيل لان مو امن كذا، هاي بيها اوساخ هوايه وهو ما حيل مو نظيف، يعني هو زين بس مو نظيف والله. بس عندنا هاي مسبح واحد بتدوز، وهو اذا تروح هناك ساعتين ما يجي كسره ما توصل، يعني مجبور واحد يجي، احنا عمال لازم نجي هنا شويه واحد يبرد جسمه هيك والله. وجود مشروع الري على ضفاف طريق كركوك بغداد جعل المارين على هذه الطريق أيضا ينزلون للسباحة لإقضاء أوقات ممتعة. أنا المواطن عراقي من محافظة ديالى، كان عندي شغلة بكركوك، كان صاحبي تحويل مال سيارة، فكملنا وجينا شفنا بالطريقه الجو حار الساعه 2 الظهر، شفنا على طريقنا يعني بدوز مرينا طوز فرمادو، فشفنا الناس ملتمه يم مشروع الدوز اللي هو يعتبر شيء حلو رمزي، ويعني تريح عن نفسك تروض عن نفسك، فشفنا الناس ملتمه وهذا قلنا خلينا نمر نسبح وشوي نرتاح ونبرد نص ساعه هيك نروح.
فهو هذا المكان يعني يعتبر شيء حلو وامان وما بذاك تنقل الخطوره او الكذا. هذا نطالب من الجهات المعنيه انه شويه تلفت النظر لهذا الشيء، تبرع بفتشي انجاز كذا تطور، يعني شيء حلو لمنطقتنا وخاصه الدوز. يطالب المواطنين طوس الجهات المعنيه والمستثمرين بانشاء مسابح عديده وحديثه المواصفات كي لا يلجؤون الى مشروع ري للسباحه التي ليس فيها اي مقومات صحيه والتي قد تتسبب لنشر امراض عديده بالاخص امراض جلديه. لفضائل صلاح الدين كاروان زنجنا قضاء حرماته. ولأن أولويات المحافظات مختلفة، أظهر استطلاع الرأي حالة من الرفض الشعبي الواسع بالمناطق المحررة لعودة بعض وجوه المشهد السياسي خلال نكبة تنظيم داعش إلى الواجهة من جديد، وكأنهم يراهنون على ثقب بذاكرة الضحايا الذين يدفعون ثمن التضليل وسيناريو حرق الحرث والنسل في تلك المناطق. الاستطلاع حدد أولويات أبناء المناطق المحررة بجيل جديد من السياسيين وعدم تبرئة ذمة المتورطين بدمار مدنهم وفقدان أثر أبنائهم، بينما ظل سياسيو كل الأزمنة يتفرجون على مآسيهم من خارج الحدود ويحاولون اليوم استغلال الفرص للعودة من جديد بنفس الدور الإقليمي الذي تسبب بالدمار. المواطنون نصحوا بعض السياسيين الابتعاد عن المشهد الانتخابي وعدم الإصغاء لنصائح المطبلين بكل الأزمنة، لأن التضليل فقد صلاحيته أمام مشهد الدمار والمآسي التي قبض بعض السياسيين ثمنها مبكرا فاختفوا عن المشهد قبل أن يحاولوا العودة من باب مظلومية كانوا سببا في تفاقمها حتى اليوم. ولأن تحالف الأقطاب داخل المكون الواحد لم يعد خيارا متفقا عليه في خريطة النفوذ، تحدث عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر عن خلافات في البيت السياسي الشيعي على فكرة القائمة الانتخابية الواحدة في مجالس المحافظات. وفيما حدد جعفر الخلافات بآلية توزيع المرشحين في القائمة الواحدة ورغبة كل فريق بالتمثيل الأوسع، إضافة إلى التنافس ما سيقود إلى تسقيط لبعض الأطراف وبالتالي قد يشكل حالة سلبية بالنسبة للإطار التنسيقي. وفيما توقع اتفاق قيادات البيت الشيعي على قائمتين أو ثلاثة لتفادي تشظي أصوات الناخبين، أكد حسم أمر القائمة الواحدة في محافظات ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، وأن الإطار سينزل بقائمة واحدة دون أي إشكالات كون أن عدد المرشحين في هذه المناطق أقل وفقا لعدد المقاعد. وفي سجال التقديرات وربما رغبة الأمم المتحدة بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى نيسان المقبل لضمان مشاركة التيار الصدري فيها، فإن عاصفة الخلافات بدأت مبكرا بعد أن تبرأت كتلة صادقون النيابية من تصريحات النائب علي الجمالي التي هاجم فيها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بخصوص كارثة سبايكر. وفيما وصفت الكتلة تصريحات الجمالي بغير المسؤولة وغير المنضبطة، ذكرت في بيان أنه في الوقت الذي نعمل فيه على إكمال مسيرة الشهداء والتضحيات والبطولات من خلال مشروع وطني يضمن وحدة العراق وسيادته، تخرج من هنا وهناك تصريحات غير مسؤولة وغير منضبطة لا تنسجم مع توجهات الحركة ولا حتى مع متطلبات المرحلة ووحدة الموقف والمصير المشترك لتخلق أزمة أو تفاعل موقف غير مسؤول. وفي ذات الملف السياسي بجوانبه الانتخابية المختلفة، أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بيانا حول تصريحات المحلل السياسي الكردي عماد باجلانة بشأن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. بيان البارتي ذكر أن رأيه أو تقييمه للأحداث والشخصيات يحدده المتحدث الرسمي باسم الحزب أو بيانات المكتب السياسي فقط، وبالتالي فإن ما قاله باجلان حول المالكي لا يعبر عن رأي الحزب بل هو رأيه الشخصي.
وكان أبا جلان قد هاجم الملك في عدة تغريدات، كما أبدى دعمه للنائب المستقيل من كتلة صادقون النيابية علي تركي على خلفية توجيه الأخير اتهامات للملك بشأن التسبب بسقوط أكثر من ثلث العراق بيد تنظيم داعش. ولأن ما يجري في السر قد يختلف عن الحديث في العلن، كشف مصدر مقرب من التيار الصدري عن رسائل شعبية تتدفق إلى الحنانة من أجل الدفع لمشاركة التيار الصدري بانتخابات مجالس المحافظات. وقال المصدر إن قيادة التيار في كل المحافظات تواجه دعوات وضغوطا شعبية متصاعدة من أجل الدفع لمشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات وعدم ترك الساحة لإيمان شرائح واسعة بأهمية التيار وضرورة وجوده في العمليات السياسية. وأشار إلى أن 4 إلى 5 قوى سياسية مهمة تدفع حاليا لتأجيل الانتخابات لإفساح المجال من أجل مشاركة التيار في الاستحقاقات القادمة، في وقت يرى مختصون أن معطيات الشهرين المقبلين ستكون حاسمة بانتظار برنامج حكومة السودان وتماسك القرار في إدارة الدولة والإطار التنسيقي. وليس بعيدا عن التسخين السياسي لمجالس المحافظات، جدد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني التزامه بعدم وجود خط أحمر في مسألة مكافحة الفساد، فيما بيّن أن عودة النازحين وإعادة إعمار المناطق المحررة ضمن أولويات الحكومة. وأكد لجمع من شيوخ وجهاء محافظة الأنبار أهمية الدور الذي تؤديه العشائر في دعم الدولة وحفظ الأمن، بالإضافة إلى دورها المجتمعي الكبير في حفظ التماسك الاجتماعي بين أبناء الشعب. وشدد السوداني على أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرامج والخطط التي وردت في منهاجها الوزارية من أجل تقديم كل ما من شأنه أن يرفع المستوى الخدمي والمعيشي والاقتصادي للمواطنين. وفي خيار المتابعة المباشرة للخدمات، وجه السوداني لحسم المتعلقات المالية بمشاريع المستشفيات المتلكئة، وذلك خلال ترأسه اجتماعا لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهاته خلال زيارته إلى مشروع مستشفى الشعب العام في جانب الرصافة من بغداد قبل أسبوع. ووجه السوداني في الاجتماع الذي حضره كل من وزير الصحة وممثلين عن وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية وفريق المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء لحسم المتعلقات المالية الخاصة بالشركات العاملة على هذه المشاريع وكل ما يتعلق بالخدمات الأساسية والبنى التحتية المرتبطة بها، والاستمرار بمتابعة تنفيذ الحلول التي سبق إقرارها والالتزام بالتوقيتات الزمنية المتعلقة بالتنفيذ من أجل إدخال هذه المستشفيات إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن. وفي الجانب الآخر من توازن الأداء الحكومي، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة 108 نازحين من مخيم بمحافظة دهوك إلى مناطقهم في قضاء سنجار، تنفيذا للبرنامج الحكومي بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين لتأمين عودتهم. وبدوره قال قائم مقام سنجار وكالة النايف سيدو إن جميع النازحين العائدين هم من الإيزيديين ومن أهالي ناحية كرعزير، ويشكلون الوجبة الثانية من نازحي القضاء العائدين، بينما لا يزال 70% من مجموع نازحي سنجار في المخيمات. وإلى محافظة ديالى، فقد اشتكى موظفون تابعون لحكومة إقليم كردستان في المحافظة من تأخير رواتب شهر أيار المنصرم، وقد أقبل عليهم عيد الأضحى الذي يلزم الأسر تهيئة مستلزماتها المعتادة لاستقبال المناسبة، فيما أكد أصحاب المحال أن التأخير انعكس سلبا على حركة السوق. من جديد يقترب عيد الأضحى المبارك، وموظفي حكومة الإقليم في مدينة خانقين بمحافظة ديالى لا يجدون طريقة ملائمة للاستعداد لمتطلبات العيد بسبب تأخير صرف رواتب شهر أيار المنصرم، بالرغم من إقرار الموازنة الاتحادية والاتفاق بين المركز والإقليم على صرف رواتب الموظفين في وقتها المحدد، ما أثار حفيظة المواطنين الذين طالبوا بإنهاء هذه المشكلة الأزلية. يعني احنا بصورة عامة خانقين أكثر الموظفين قلت لك يعتمدون على الرواتب، وجاي نشوف حتى حركة السوق حركة البيع والشراء قليلة، لذلك أنا أشوف يعني راح تأثر بصورة مباشرة وصورة كبيرة على الموظفين
وعلى يعني تعرف انت الموظف لما ياخذ راتب راح يشوف حركه بالسوق، حتى الحركه قليله، شغل قليل، لذلك يشوف يعني ياثر على الوضع الاجتماعي وياثر على الوضع الاقتصادي للمدينه بصوره عامه، كذلك حتى ياثر على الوضع المعنوي. يعني احنا نشوف اكثر الناس لما انت تاخذ راتب نوعا ما نشوف وضعك المادي زين، وضعك المعنوي ايضا نفسيا مو جاي اقول لك، وضع المادي ياثر على كل اجزاء او يعني نواحي الحياه بصوره عامه. لحد الان رواتب ماكو، الناس والحكومه المركزيه وزعت مال حتى السادسه احنا بعدنا مال الخامس ما مستلمين. هذا ياثر على المواطن، ياثر على المجتمع. انت راتب ما عندك، جهالك عندك، جهالك جهالك، عندك مريض، عندك مقبل العيد يردون غرار كذا، من ما عندك يصير مشاكل. الجهال ما يعرفون، الاولاد ما يعرفون والله اكو راتب لو ماكو راتب. كل مشاكل سياسيه بيناتهم ياثر على من؟ المواطن. ولم يكن تاثير تاخير صرف الرواتب الشهريه على المواطنين فحسب، بل انعكست على حركه السوق حسب اصحاب المحال التجاريه. والله مؤثر هواي. هسه احنا راح يخلص شهر السادس، الخامس بعده ما موزعينه، النوب عيد وراك، يعني حتى مؤثر على السوق. السوق ماكو شغل، ماكو، ما عنده راتب منين يشتري الموظف اذا ما مستلم راتب منين يشتري؟ وعلى وشك العيد تحسب حسابك بعد صاحب جهال، وهذا سوق همينه ماكو، اثر هواي صراحه. صار عباس يعني تاخير الرواتب اثر على السوق، كل السوق يعني حسب ما تشوف هسه السوق حاليا سوق فارغ، ما حد يتسوق، حتى ابو محلات ما حد يتسوق، يعني اثر على الموظفين. واحنا على ابواب العيد تدري الناس يتسوقون للعيد، تشوف السوق فارغ هسه باقي كم يوم للعيد، اقل من اسبوعين، نشوف السوق فارغ ما حد يتسوق، حتى احنا ابو محلات يعني نشوف اكثر المنتظرين لا مسواق لا شيء وايجارات وذني. ان شاء الله نتمنى من رب العالمين هذا الوضع يتحسن وناس ياخذون رواتبهم ان شاء الله. واكد نواب كورت انه مع دخول قانون الموازنه الاتحاديه حيز التنفيذ ستقوم الحكومه الاتحاديه بارسال المستحقات الماليه لاقليم كردستان في كل شهر، وستستطيع حكومه الاقليم توزيع رواتب الموظفين شهريا دون اي تاخير، بالاضافه الى استئناف العمل بالمشاريع المتوقفه. عباس محمد، قناه صلاح الدين الفضائيه. بعد انتشارها بشكل واسع وتسببها بزهق الأرواح وخسائر بالممتلكات إلى جانب ما تبثه من رعب في المجتمع، استنكر وجهاء وشيوخ قضاء الكوت بمحافظة واصل ظاهرة الدقة العشائرية، موضحين أن مساعي الصلح من قبل شيوخ العشائر هو الحل الأسلم لإنهاء الخلافات، مؤيدين الإجراءات الحكومية في ملاحقة واعتقال متسببي الدقة ومثيري النزاعات المسلحة. الدقة العشائرية وهي من الظواهر السلبية التي استشرت في المجتمع العراقي في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب أنه للدقة العشائرية ضوابط وشروط في الماضي البعيد، حيث كانت للدقة العشائرية أصولها وعدم التأثير وتهديد العوائل الآمنة. أما اليوم أصبحت الدقة العشائرية بشتى أنواع الأسلحة، لذلك أخذنا على عاتقنا أن هذه الظاهرة تهدد السلم الأهلي، فأصدرت عدة قرارات من مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية وأيضا شيوخ العشائر للحد من هذه الظاهرة، ووضع ضوابط وقوانين صارمة لإيقاف من تسول له نفسه لإرباك المجتمع العراقي وتهديد السلم الأهلي. كانت تنبيهية، مسدس أو بندقية، إطلاقات في الجو ويبلغهم يقولهم أنا جيتكم كذا من هالسوالف هاي. إلى أن حدثت بالآونة الأخيرة قامت تستخدم بها الناس الأسلحة المتوسطة والأسلحة الثقيلة والمواد المتفجرة اللي تأذي البشر وتأذي الناس. ننتقد الظاهرة، ظاهرة الدقة العشائرية ننتقدها إذا كانت غير تنبيهية، إذا كانت تؤدي إلى موت وتلف الأشياء المادية أو المعنوية. إحنا عندنا سبل كعشائر وكشيوخ عشائر، عندنا سبل ثانية هي المساعي والوفود العشائرية لحل النزاعات الموجودة داخل هذه العشائر، وليس نشجع ولا نريد أن تتصرف بعض الناس الخارجة عن القانون بالدقات العشائرية ورعب الناس الآمنة في بيوتها. واليوم المجرم هو المجرم، تتابعه الدولة وعندنا قانون إن شاء الله، وإحنا يد بيد
مع قيادة شرطة محافظة واسط كشيوخ وعشائر محافظة واسط، ونستنكر بكافة السبل هذه التصرفات، نعتبرها تصرفات فردية وخارج نطاق السنن العشائرية. وأيضا هناك وحدة تنسيق عشائري ضمن شرطة المجتمعية محافظة واسط، أكيد هناك عقد ندوات ومؤتمرات مع أغلب شيوخ العشائر في المحافظة يتطرقون من خلالها ونتطرق من خلالها إلى موضوع الدقات العشائرية والحد منها من خلال قيادة شرطة محافظة واسط. يعني هناك اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي شخص يقوم بهذا العمل، وهناك مواد قانونية ترتب على أي شخص يعني يقدم على هذا العمل. ولأن التحديات الأمنية والمجتمعية متشابكة الخيوط مع بعضها، تشهد البصرة حالة من التعاون بين العشائر وأجهزة الأمن من أجل القضاء على آفة المخدرات. وفي السياق عقد اجتماع عشائري أمني لمناقشة أسباب الظاهرة وكيفية القضاء عليها. وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أعلن عن انطلاق أسبوع كلا للمخدرات، وقد تم التأكيد فيه على ضرورة الدعم العشائري للأجهزة الأمنية والتشديد على عدم المطالبة العشائرية بدم أي تاجر مخدرات والتبرئة من كل من يتعامل بهذه الآفة المدمرة للمجتمع. احنا اليوم اجتمعنا بهذا المؤتمر بديوان الشيخ شريف العبيدي بناء على تعليمات وزارة الداخلية والأوامر الصادرة منها بانطلاق أسبوع كلا للمخدرات. أهميته هو توعية إخواننا من السادات والمشايخ حول مكافحة المخدرات، توجيه أفراد عشائرهم، التضامن مع الدولة لحماية المجتمع من هذه الآفة. اليوم كل الأجهزة الأمنية متضافرة ومتكاتفة للقضاء على آفة المخدرات، ولهذا الدور الريادي لإخواننا في مكافحة المخدرات في قيادة الشرطة، في مديرية الاستخبارات، كل الأجهزة، مديرية الجرائم في البصرة، كلهم متضافرين للقضاء على آفة المخدرات في الشارع. احنا اليوم سوينا هذا المؤتمر لأن نحتاج إلى دعم عشائرنا وإخواننا وأبنائهم حتى نتكاتف كل احنا سويا لمكافحة المخدرات. ما يخص دعم قيادة شرطة البصرة إلى قسم المخدرات، يعني كل الأفواج، عندنا أفواج الطوارئ، عندنا الفوج التكتيكي، أيضا قوة سوات، بأي وقت تحتاجها قوات قسم المخدرات راح يكون الداعم الأول هو قيادة شرطة البصرة لهم، بالإضافة إلى قيادة العمليات. قيادة البصرة أيضا عندها نشاطات خاصة بمنتسبيها، مراكز الشرطة، أفواج الطوارئ، جاي يلقون القبض على كثير من المتعاطين بالدرجة الأولى. أما تجار المخدرات فهو متابعتهم وملاحقتهم من قبل الأبطال قسم المخدرات، وانتوا جاي تشوفون قدامكم أنه جاي النشاطات مالتهم جاي تعرض على التلفزيون وبالإعلام من قبل إعلام قيادة شرطة البصرة، والكثير الكثير من الشهداء اللي انطوها هاي الدائرة من الضباط ومن المنتسبين على مستوى البلد. تاجر مخدرات يقاوم الأجهزة الأمنية ويحاول يقتل من الأجهزة الأمنية، من أبنائكم الضباط، من أبنائكم المنتسبين، من أبناء عشائركم، وشيوخ العشائر دعموا الأجهزة الأمنية بهذا الموضوع دعم تام، كافة الشيوخ. احنا لحد الآن ما لاحظنا أي شيخ إجا يعني مثل ما متعارف بقوامة عشائرية وغيرها على أنه تاجر مخدرات انقتل أو متعاطي مخدرات، يفتح النار على الأجهزة الأمنية اللي جاء تحميهم وتحمي أبنائهم. طبعا بداية نشكر جميع القوات الأمنية سواء كانوا بالحدود أو الداخلية أو بالنسبة إلى قسم مكافحة المخدرات، منظومة كاملة يشتغلون كخلية نحل لضبط المتاجرين وكذلك المتعاطين. اليوم احنا كعشائر نسندهم ندعمهم. من هذا المؤتمر نحن براء من اي شخص يتاجر بالمخدرات، قتل او انقتل، العشيره بريئه من عنده. واليوم يعتبر شيخ العشيره اللي داعي بدم تاجر مخدرات باطل، وانا مسؤول عن كلمتي. أي شيخ عشيرة اليوم بالعراق يطالب بدم تاجر مخدرات فهو باطل، وأيضا نعلن البراءة من أي شخص يتاجر بالمخدرات. وأيضا كل عشيرة اليوم
تعمل كمنظومة استخبارات داخل عشيرتها أبنائها. إذا أكو معلومة عن أي فرد من أفراد عشيرتها يتاجر أو يتعاطى مخدرات عليه إبلاغ السلطات الأمنية وإلقاء القبض عليه إن كان متعاطي، حتى إحنا اليوم نغير من وضعه ونوديه للمصحة وإن شاء الله يرجع طبيعي لحاضنته وأيضا لعشيرته ولأسرته. وإن كان تاجر مخدرات فيبلغ عنه، لأن هذه آفة وواجب شرعي وواجب قانوني وواجب أخلاقي وواجب قيمي أن نبلغ عن أي تاجر للمخدرات وأن لا نقف معه في أي، سواء كان قاتل أو مقتول. ونبقى في البصرة التي تمثل خارطة عراقية شاملة ولإرساء السلام وتغليب روح الوطنية على الكراهية والطائفية، أقيم وبحضور نخب ضمت جميع أطياف المجتمع البصري وممثلين عن مؤسسات حكومية ندوة حوارية لمركز حوار الفكري التابع لمديرية مكافحة الإرهاب الفكري في هيئة الحشد الشعبي بالتعاون مع نقابة الصحفيين فرع محافظة البصرة. وتركزت المحاور والنقاشات حول تثقيف المجتمع لإشاعة روح المحبة والتآخي، خاصة وأن المحافظة تتميز بتنوعها المذهبي والقومي. ما يخص هذه تعتبر جلسة حوارية وبنفس الوقت هي مهمة، لأنه اليوم اللي حضروا من كافة أطياف المجتمع المختلفة من حيث خلينا نقول شيوخ العشائر أو الأشخاص المسؤولين والمثقفين والإعلاميين وكذلك الأمهات والآباء والمتخصصين بالاختصاصات الأخرى، فهذا يعتبر شيء إيجابي. إحنا من راح خلينا نقول نطرح موضوع معين اللي هو خطاب الكراهية، هل بنفس الوقت يكون المتلقي لديه ما في جعبته وطرحه، هذا يعتبر تفاعلية بين الموضوع وكذلك المتلقي. نحن اليوم كمركز حوار فكري التابع إلى مديرية مكافحة الإرهاب الفكري هيئة الحشد الشعبي عملنا هذه الندوة الفكرية الحوارية بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين فرع البصرة. كانت ثمار هذه الندوة واضحة بحضور ثلة مباركة من الصحفيين وفئات المجتمع المتعددة. كان هدفنا إرساء الحوار وبما نجده من أرضية خاصة بمحافظة البصرة. البصرة دائما أصل الحوار، منبع للحوار، منبع للسلام، للمودة، للمحبة، لما فيها من تنوع مجتمعي. فوجدنا هذه المحافظة اليوم أن تكون هي هدفنا القادم إن شاء الله بمركز الحوار الفكري بإرساء السلام والمودة والمحبة بين فئات المجتمع. هاي ندوة الحقيقة حكينا بحاجة إلها، بس أنا كان بودي أنه تكون على مستوى يعني أكبر أو ندوات مستمرة يقوم بها مثقفين أو يقوم بها إعلاميين، لأنه أنت يعني من 2003 إلى هذا اليوم إحنا نمر بإعلام مربك وإعلام يعني مو جاد ولا بناء. الوضع الآن يحتاج إلى صحوة إعلامية، أنه تبعدنا عن المناطق، عن الأمور المناطقية والطائفية يعني والقومية. ولهذا يعني أنا تبنيت هاي الندوة مع بالاشتراك مع يعني هاي المؤسسة، وأتمنى أنه تستمر هاي العملية من أجل بناء دولة ومجتمع متماسك. تعتبر هذه الندوة من الندوات المهمة جدا، خصوصا أنه لها دور كبير في تفعيل دور الإعلام ويكون له مجلس والتواصل مع المنظمات والاتحادات الموجودة في المجتمع، خصوصا أنه يعتبر للتماسك الاجتماعي دور كبير جدا، خصوصا أنه الأفراد بالوقت الحاضر من فئات عمرية مختلفة تتأثر بهذا الموضوع، لأنه تتابع وسائل الإعلام الموجودة سواء الوسائل السمعية أو المرئية فتتأثر. لابد أنه طفل معين يتأثر أو مراهق يتأثر ببرنامج معين وبأفكاره، ومن خلال هذا البرنامج يروج إلى المجتمع. فإذا علينا أنه نكثف من هكذا ندوات وتكون مع الجهات المعنية كهيئة الإعلام والاتصالات والمنظمات والاتحادات للتعريف بدور الإعلام في التماسك الاجتماعي.
وفي سياق مواجهة الظواهر تشهد إيجارات المحال في الأسواق التجارية في مركز مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار ارتفاعا جنونيا، إذ وصل بعضها إلى 6 ملايين دينار للشهر الواحد. ويشكو المستأجرون غياب الرقابة الحكومية لمحاسبة أصحاب العقارات، إذ يعود هذا الارتفاع الذي يقارب إيجارات المحال في العاصمة بغداد إلى غلاء البضائع وركود الأسواق وتضرر المتسوقين. الزميل عثمان الهيتي تجول في أسواق الرمادي وأعد هذا التقرير. ارتفاع غير مسبوق بأسعار الإيجارات للمحال التجارية في سوق الرمادي الكبير بمحافظة الأنبار، إذ وصل إيجار المحل ذو الباب الواحد داخل السوق إلى 2.5 مليون وربما أكثر، وهي أرقام خيالية تفرض على مستأجريها من قبل مالكي العقارات التجارية، غير أن هذه الأرقام لا تراها سوى في العاصمة بغداد. الإيجارات أنت أقل محل بالسوق هسه 1.5 مليون، هذا أقل شيء. أغلى محل عندنا ب 6 ملايين. ماكو محل ب 6 ملايين. هذا على كل المحافظة يعني هذا الشيء لو؟ لا بس مركز المدينة. ماكو رقابة. يعني هسه أنا أريد أروح أشتري ملابس والله ما أقدر. مختلفين عن الفلوج وهيك؟ أي فرق من السما للقاع عمي. إيجارات هناك 300 400 هنا ملايين. إحنا ما عندنا رقابة بالسوق. اتحدى يروح يسدونها 12 مليون من الضريبه، سدهم 12 13 15 ينطوا 15 مليون، يقول لك احنا خيس على السوق، ما يعجبك اطلع من محلنا، فاطلع ما احنا ما نشي وخصك. زين هذا الباب الواحد ايش قد ايجار المحل؟ لا الباب الواحد هسه اجره 3 ملايين. اي الواحد ما يطلع له 3 امتار. المحل كله 3 امتار، شارع الارز هسه هذا روح افتر بيه. خاف ما يندلون. احتواء مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار على 3 أسواق منتشرة في مختلف مناطقها لم يشفع لأصحاب المحال بخفض الإيجارات الملتهبة فيها، قياسا بمدينة الفلوجة التي تعد ثاني كبرى مدن الأنبار التجارية، حيث الإيجارات في أسواقها تعد مناسبة بعض الشيء. والله السوق حاليا ركود مو طبيعي بسبب غلاء الإيجارات، صعود الإيجارات. وتعرفوا بالمحل من يروح السوق من بغداد البضاعة نقلها همات من العاصمة للمركز هم شوي بيها صعود، وهم الإيجارات غالية، فمن الصعوبة يعني أبو المحل يا دوبه يوفر مال الإيجار مال للمالك. ما يشهده سوق مدينة الرمادي من ضائقة اقتصادية وانكماش الحركة التجارية دفعت أغلب مستأجري تلك المحال إلى غلقها أو الذهاب إلى خارج السوق باحثين عن أسعار تراعي الوضع المعاشي الراهن من أجل الاستمرار في مزاولة المهنة. عثمان الهيتي، صلاح الدين، الأنبار. ولكي تكتمل صورة المشهد العراقي وبحكم العلاقة الجدلية بين الاقتصاد والثقافة، أقيم وبحضور واسع شمل نجوم المسلسل السوري باب الحارة إلى جانب فنانين وإعلاميين عرب وللموسم الثاني مهرجان يوم التراث الموصلي، والذي يتزامن مع ذكرى تفجير منارة الحدباء أحد أبرز معالم محافظة نينوى. الكرنفال الذي سيستمر لـ3 أيام أعطى رسالة مفادها أن الموصلة تمرض ولا تموت، وأنها ستعود للواجهة السياحية مجددا. التفاصيل مع يوسف البرهان. بأجواء جميلة وبحضور فنانين وأعلاميين عرب من بينهم نجوم مسلسل باب الحارة، أقيم يوم التراث الموصلي للسنة الثانية التي مثلت تحديا، حيث تزامن يوم التراث الموصلي مع ذكرى تفجير منارة الحدباء التي تعتبر واحدة من أهم معالم الموصل الدينية. حقيقة اليوم عرس جماهيري كبير في مدينة الموصل، مثل ما تشوفون العوائل الموجودة حتى تنفض غبار الحرب اليوم بوجود الفن العربي جميعا وضيوفنا اللي جايين من خارج صراحة العراق، من لبنان ومن سوريا ومن الكويت وغيرها. اليوم المدينة تثبت للجميع بأنه هي مدينة يعني تمرض ولا تموت. المدينة اليوم مو بس على صعيد الأعمار، لا اليوم الصعيد الأمني ممتاز جدا، والدليل الكبير أن اليوم وجود فنانين عرب موجودين داخل المدينة حقيقة هو عرض جماهيري كبير. سعداء بهاي البهجة اللي رسمناها على وجود كل العوائل الموجودة الحاضرة. ولأن اليوم محافظة نينوى
عام 2014 ومات لها من عمليات عسكرية، حاولت الآن أن تنهض بما ورثته وبما فقدته من تراث وحضارة. وسنويا أصبح تقريبا يمكن الموسم الثاني غيرها. رسالة حاولوا إيصالها أهالي الموصل بأن هذه المدينة تمرض ولا تموت من خلال هذا الكرنفال، والتي تستمر لمدة 3 أيام، حيث شهد الكرنفال في يومه الأول إقبالا واسعا ليس من العراقيين فحسب، بل كان للسواح الأجانب الحضور الكبير، وهذا ما يجعل المدينة تعود لواجهتها السياحية كما كانت في السابق. يوم التراث الموصل لهذا اليوم العظيم الكبير هو رد وبيان على من أراد لهذه المدينة أن تتأخر وأن تتأخر. هذا المهرجان جاء بمناسبة فعل أليم على كل أهل الموصل وكل العالم عليه، تفجير منارة الحلباء، فكان هذا الرد لهذا اليوم هذه المناسبة كرد على الذين حاولوا الإساءة لهذه المدينة والانتقاص منها وطمس تاريخها. فنحن نقول نحن هنا الموصل، هنا التاريخ، هنا الحضارة، هنا مدينة الرجال. مهما حاولتم أن تقزموا الموصل فأنتم الأقزام. اليوم حضور جماهير كبير جدا لليوم الأول من احتفالية يوم التراث الموصلي، وهذا الاحتفالية تقام بمناسبة ذكرى تهديم منارة الحلباء. الحفل كبير جدا ويضم فقرات كثيرة، منها استعراض بالأزياء الموصلية والأعمال والكذا. من الموصل يوسف البرهان، قناة صلاح الدين الفضائية. تتابعونا في نشرتنا بعد الفاصل. مسرور برزان يدعو الحكومة الاتحادية للتعاون مع الإقليم في إعادة تأهيل السدود وبنائها. والسلاح غير المرخص في كردستان، غرامة ثقيلة أو 3 سنوات في السجن. وأربيل تنهي الاستعدادات الخاصة باستقبال السياح خلال عطلة عيد الأضحى. والحر الشديد تحد إضافي للحجاج في السعودية. وبوتين يصف تمرد فاغنر بالخيانة. وبريغوجين يرد: أنا ورجالي لن نسلم أنفسنا. وهوندا تستدعي 1,300,000 سيارة حول العالم بسبب مشكلة في كاميرا الرؤية الخلفية. إلى التفاصيل مجدداً، أهلاً بكم. دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الحكومة الاتحادية إلى التعاون مع الإقليم في إعادة تأهيل سدوده الكبيرة وبناء أخرى صغيرة بما يعود بالنفع للعراق كافة من خلال خزن المياه وعدم إهدارها. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل وضع حجر الأساس لسد باستورة في حدود محافظة أربيل. ويبلغ طول السد من الأعلى أكثر من 300 متر ومن الأسفل أكثر من 600 متر، ويصل ارتفاعه إلى نحو 30 مترا، ولديه القدرة على خزن 20 مليون متر مكعب من المياه. ويستغرق مدة إنشاء السد عاما كاملا، ويأتي بناء سد باستورة في إطار خطط وزارة الزراعة والموارد المائية التابعة لحكومة إقليم كردستان، والتي تتضمن بناء العديد من السدود الكبيرة والصغيرة. قرر مجلس محافظة السليمانية زيادة التواصل مع أعضاء البرلمان العراقي خلال اجتماع عقده المجلس بحضور ممثلي المحافظة في مجلس النواب العراقي، وذلك لتنسيق العمل بخصوص استحقاقات المحافظة المالية من الحكومة الاتحادية. عباس محمد والتفاصيل. بهدف زيادة التنسيق والتعاون بين مجلس محافظة السليمانية ونواب المحافظة في مجلس النواب العراقي، عقد المجلس اجتماعا بحضور بعض نواب المحافظة لمناقشة استحقاقات المحافظة المالية في موازنة الحكومة الاتحادية. لسد داوي برزان بوا بامدبوني برزان با
تم عقد اجتماع موسع بحضور أعضاء المجلس ورؤساء اللجان وبحضور أعضاء من مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، وقد تقرر زيادة عملية التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك لتنسيق العمل بخصوص الحصول على مستحقات المحافظة من الموازنة الاتحادية للعام الحالي. وما يهم مجلس المحافظة من الموازنة الاتحادية هو موازنة تنمية الأقاليم، والتي يجب أن توزع على المشاريع المهمة حسب الأهمية والأولوية وبالتنسيق مع الوحدات الإدارية في المناطق. في المقابل يسعى نواب السليمانية إلى حملة جمع تواقع نيابية لتفعيل المادة 14 من الدستور العراقي، التي تؤكد إلى المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات لضمان استحقاقات مواطني المحافظة من خيرات البلاد. إما داويك من كل برلمان العراق وإمزاي زورك لبرلمان تاركان من كوك الدواء. أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية عازمون على جمع التواقيع في مجلس النواب العراقي حول تفعيل المادة 14 من الدستور العراقي والخاصة بالمساواة بالحقوق والواجبات بين مواطني البلد، كوننا نشهد فارقا كبيرا بين استحقاقات مواطني كردستان والوسط والجنوب. فمثلا المواطن في الوسط والجنوب يحصل على الوقود بسعر مدعوم حكوميا، أما هنا فلا يوجد هذا الشيء، وكذلك موضوع الرواتب التقاعدية. هناك فرق كبير بين استحقاقات مواطني الإقليم ومواطني الوسط والجنوب، ونسعى من خلال تفعيل المادة أعلى أن نساوي بين حقوق المواطنين هنا وفي باقي المناطق العراقية. فيما أكد نواب عن السليمانية إن موازنة العام الحالي ستكون أداة لتطوير الاقتصاد العراقي. أويك جرينج بوتريت دواي بسن كردني بوجا. بعد إقرار موازنة العام الحالي سيكون هنالك تقدم وتطور اقتصادي في عموم العراق بما فيها محافظة السليمانية، وموازنة هذا العام ستعالج مشكلة الرواتب والخدمات، وهي الأفضل لحل المشكلات بعد أحداث عام 2014. أو بالرباري كالعراق وديت لموضوع كزيادة تريليون يكو 500 مليون تنهاوكو. وستكون مخصصات الإقليم كل شهر هذا العام من الموازنة الاتحادية حوالي 1,500,000,025 مليون دينار، إضافة إلى نسبة 50% من واردات المنافذ الحدودية والواردات الداخلية التي وصلت العام الماضي إلى 4 تريليونات، وكذلك مساعدات التحالف الدولي وحصة الإقليم من الموازنة السيادية والبالغة قرابة 220 مليار دينار لقوات البيشمركة، وكذلك حصة الإقليم العينية من الموازنة الحاكمة. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية. أعلنت المديرية العامة لشرطة إقليم كردستان افتتاح 48 مركزا جديدا لتسجيل الأسلحة النارية، فيما أوضحت طبيعة العقوبات المقرر فرضها على المخالفين. وأكد مدير إعلام علاقات المديرية المقدم كرزان أمير في مؤتمر صحفي وجود 90 مركز في عموم محافظات الإقليم لتسجيل الأسلحة النارية، حيث أن المهلة النهائية هي لغاية 21 من تموز المقبل. وطالب أمير المواطنين بتسجيل أسلحتهم النارية قبل انتهاء هذه المهلة، وإلا فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتم إلقاء القبض عليه. وأشار أن العقوبة ستكون السجن من سنة إلى 3 سنوات أو غرامة مالية من 2 مليون إلى 5 ملايين دينار عراقي. أنهى إقليم كردستان جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة باستقبال السياح خلال عيد الأضحى المبارك عبر المنافذ البرية والجوية مع بقية محافظات البلاد. وتشهد الأيام الحالية والمقبلة توافد الآلاف من العوائد القادمة من مختلف محافظات البلاد إلى مناطق الإقليم من أجل قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك في مصايفها. علي باسل والتفاصيل. عشرات آلاف السياح تتوقع هيئة السياحة في الإقليم استقبالهم خلال الأيام القادمة، وذلك تزامناً مع العطلة الدراسية وعيد الأضحى. الأسواق الشعبية في مدينة أربيل تزدحم بالمواطنين للتبضع والتحضير للعيد.
هناك استعداد تامة من قبل هيئة السياحة أقليم كردستان والمديريات العامة السياحة في المدن والمحافظات الأقليم كردستان لاستقبال عدد السواح في الموسم السياحي الجديد في 2023. مشكلين لجنة الاستقبال ولجنة التفتيش والمتابعة للسواح والفنادق والمطاقم السياحية لعدم استغلال السواح إذا كان موجودة، إذا ما كان موجودة إن شاء الله ما يكون موجودة حسب الإرشاداتنا والتعليمات الموجودة ومراقبة دائمة على المناطق السياحية. وبحسب ما أعلنت هيئة السياحة في الإقليم فإنها تتوقع أن يصل عدد السواح إلى 8 ملايين سائح خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 1 مليون سائح عن العام الماضي، حيث أن قطاع السياحة في الإقليم يشهد نموا تصاعديا كل سنة وصل هذا العام إلى 35%. وتجينا جروبات من أنحاء المحافظات العراق، حتى من بصراء يجونا جروبات نترحب بيهم وكيفون هنا ويرتاحون وياخذ راحتهم اكلهم شربهم يجوبون على راحتهم. فاحلى اماكن هي اللي عندنا بشمال العراق الحبيب، دهوك زاخه واربيل كل المناطق حلوه، فجينا هنا نغير جو. ما شاء الله الجو يعني حيل حلو، المي بارد، الناس طيبه، الاكلات طيبه والاكلات شهيه. هاي اصدقائي هنا قاعدين مثل ما تشوف انت، وكلكم اصدقائي وكلنا عراقيين وكلنا. ويسعى اقليم كردستان الى جذب السائحين من دول الخليج، حيث أن هنالك تنسيق مع ممثلي السياحة في هذه البلدان، كما تكشف الأرقام عن زيادة 250,000 سائح أجنبي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري. من أربيل، علي باسل، قناة صلاح الدين الفضائية. تتطلب تأدية مناسك الحج جهدا جسديا كبيرا، لكن حجاج هذا العام والذي يفوق عددهم 2 مليون مسلم يواجهون تحديا إضافيا يتمثل في الشمس الحارقة واشتداد الحرارة التي تجاوزت 43 درجة مئوية. وشهد الكثير منهم في المسجد الحرام هذا الأسبوع وهم يحمون أنفسهم بالمظلات وسجادات الصلاة ويبحثون عن الماء. أما أمنيا فقد نفذت قوات النخبة السعودية عرضا عسكريا في مكة المكرمة قبل أيام من بدء مراسم فريضة الحج. وهذا العام يعود الحجاج المسلمون إلى مدينة مكة المكرمة بأعدادهم المعتادة قبل جائحة كورونا. تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحق ما أسماه تمردا مسلحا بعد أن سيطرت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة على مقاطعة روستوف في الجنوب في إطار محاولة للإطاحة بالقيادة العسكرية. وقال بوتين في خطاب استثنائي أن التمرد المسلح لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة خيانة، وأن أي شخص يحمل السلاح ضد الجيش الروسي سيعاقب، وأضاف أنه سيفعل كل شيء لحماية روسيا. فيما رد يفغيني بيرغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إنه ورجاله يرفضون أوامر الرئيس بوتين بتسليم أنفسهم، جاء ذلك عبر رسالة صوتية اتهم فيها الرئيس الروسي بارتكابه خطأ فادحا عندما تحدث عن الخيانة، مؤكدا أنه لن يعترف بأمر من الرئيس أو جهاز الأمن الاتحادي أو حتى أي شخص آخر، لأنه لا يريد أن تستمر البلاد في العيش لفترة أطول في الفساد والخداع والبيروقراطية على حد تعبيره. Военные объекты Ростова в том числе. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели. وقال ميخائيل بودلياك مستشار الرئيس الأوكراني أن 48 ساعة المقبلة في روسيا ستسفر عن حرب أهلية أو انتقال توافق للسلطة، وذلك في ضوء التحرك الذي بدأته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية. وأضاف بودلياك في تغريدة له على تويتر أنه ربما تكون هناك فترة قصيرة من السكون قبل أن تبدأ المرحلة المقبلة من انهيار نظام بوتين وفق تعبيره. ورأى المسؤول الأوكراني أن ما قام به قائد مجموعة فاغنر يفغيني بيرغوجين من تمرد هو بداية لحرب أهلية في روسيا، وأن حكومة بوتين غير قادرة على التعامل مع الأوضاع الراهنة بسبب ما وصفه بانهيار نظامه. وقال بودلياك إن الانقسام بين النخب في روسيا واضح للغاية وأنهم لن ينجحوا في التوصل إلى اتفاق. تحدث المستشار بالرئاسة الأوكرانية عما سماه الصمت المذهل للنخبة في روسيا على الأحداث الجارية، مشيرا إلى أن اللاعبين المحتملين يختارون الآن في أي جانب يكونون.
قالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن شركة هوندا موتور ستستدعي 1,300,000 سيارة من جميع أنحاء العالم بسبب وجود مشكلة محتملة في صور كاميرا الرؤية الخلفية. ويشمل القرار بعض السيارات من طراز أوديسي المصنعة بين عامي 2018 و2023 وبعض السيارات من طراز باسبورت المصنوعة بين عامي 2019 و2023. ونظرا لوجود عيب في أحد الكابلات قد لا تظهر صور كاميرا الرؤية الخلفية على الشاشة. وقالت هوندا إن الاستدعاء يشمل 1,200,000 سيارة في الولايات المتحدة و88,000 سيارة في كندا و16,000 في المكسيك. في الختام تذكير بأبرز العناوين. المزارعون يحتجون على إغلاق سايلو الشرقات وتهديد كميات كبيرة من الحنطة بالتلف ومصادرة مصدر رزق طال انتظاره. مجالس المحافظات تغلق أبواب التنافس على سياسيي الأزمات في المناطق المحررة. وخلافات النفوذ تلامس وحدة البيت السياسي الشيعي. بين رفض التأجيل والدعوة لمشاركة التيار الصدري، السوداني يدافع عن عودة النازحين ويؤكد على إنهاء ملف المستشفيات المتلكئة. تأخير الرواتب يحاصر فرحة العيد في ديالى، ومؤتمرات في البصرة لمحاربة المخدرات، ونجوم باب الحارة بضيافة الموصل. إلى هنا نصل نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.